معانا نجم من نجوم مصر الكبار، لاعبا ومدربا وصديقا عزيزا، والحقيقه عامل طفره في فرقته. اكيد عرفتوا انا بتكلم على مين، على بتروجيت ونجمنا الكبير طارق يحيى. ابو الكباتن مساء الخير كابتن مصر حبيبي. انا اولا بحييك على الاداء بصرف النظر عن النتائج، بحييك على الشكل، بحييك على التغييرات والقراءه واختياراتك للعيبه يا كابتن طارق. ربنا يخليك كابتن مصطفى، دي شهاده انا اعتز بيها من نجم كبير ومدرب كبير يعني. ربنا يخليك. ابو الطارق النهارده الماتش الثالث، انت في المركز الاول، اتعادلت ماتشين وكسبت ماتش، شايف الثلاث ماتشات او الثلاث اسابيع اللي فاتوا ازاي يا كابتن طارق؟ لا هو طبعا بدايتهم صعبه جدا كابتن مصطفى. ايوه. لعب الزمالك اول مباراه، تاني مباراه الاسماعيلي وصيف الدوري، طبعا بتتكلم في ناديين كبار يعني. بالظبط. ودجله خبرات اكتر منك شويه في الدوري. الملعب، لان انا النهارده الحمد لله جددت الفريق بتروجيت بالكامل. احنا بنتكلم بنشتغل بقوام 30% من الموسم اللي فات، بس 30% فقط، في 70% متغير. وبالتالي في صعوبه شديده جدا في التعامل مع المباريات. بس الجنين جم في وقت قليل يا طارق، دول فرقوا معاك كتير نفسيا وشكلا وموضوعا طبعا. طبعا يا كابتن. بتتكلم في حوالي 10 دقائق تقريبا. بالظبط. الهدفين، وضيعنا هدفين 3-4 يعني، ضيعنا 4 جوان قبل كده يعني. لكن هو عموما الاداء الحمد لله زي ما انت قلت يا كابتن مصطفى بيتطور شويه بشويه. اللعيبه جددنا بوافقها بشكل كبير، عندنا مجموعه من اللعيبه المميزه من لعيبه الدرجه الممتاز به، واحتفظنا ببعض اللعيبه اللي هي قدام، وده يمثل حوالي 30 او بالظبط 25% من قوام التيم السنه اللي فاتت، وبالتالي انت مجبر ان انت تلعب بطريقه معينه. وده الحمد لله يمكن وادي دجله احنا اتفرجنا عليها النهارده، وقلنا ان هم بيلعبوا دائما وابدا، بيحضروا كتير جدا من تحت. ايوه لسه هسالك طارق، انت لعبت على حته التحضير من تحت، وخاصه التحضير العرضي يا ابو كابتن طارق؟ اكيد. طبعا انت مدرب كبير وفاهم يا كابتن مصطفى، انت استاذنا يعني. انت ربنا يخليك. لما انت ما قدامكش غير ان انت يا اما تعمل زون يا اما تضغط. بالظبط. انا مش عايز يجوا على الجون بتاعي، فضغطت 45 دقيقه ضغط كامل بعرض بطول الملعب كله. ونجحنا في استخلاص الكره اكثر من مره، وقدرنا ان احنا نشكل خطوره على المرمى وادي دجله بشكل كبير. وساعدنا في كده طبعا ان هم بيحتفظوا بالكره بشكل كبير في منطقه الجزاء ويعودوا لبعض الدفاعي، وبالتالي ما كانش لهم خطوره خالص الشوط الاول. طلبت من اللعيبه اول 45 دقيقه ان احنا نضغط بشكل كبير، والحمد لله قدرنا ان احنا نشتغل بشكل كويس. لكن ما اقدرش بقى اكمل الكلام ده كابتن، الضغط العالي ده ما اقدرش تعمله 90 دقيقه. 90 دقيقه لا، اول موسم لسه هكلمك في الحته دي يا كابتن طارق، اتفضل. كمل. استحاله يا كابتن مصطفى. طبعا فطلبت ان اللعيبه تلعب زون ديفنس من اول الشوط الثاني، تلت ملعب فقط، على اساس برضو ما نديش مساحات لدجله يشتغل، وفي نفس الوقت ما تبقاش في دفاع كامل يعني، ما نعملش زون ديفنس من نص الملعب. صعب جدا من قدام الدايره. من قدام الدايره، فهديهم فرصه ان هم يستحوذوا على نص الملعب. فبالتالي ده اللي حصل يا كابتن مصطفى، ان انا حاولت بقدر الامكان ان احنا قفلنا بشكل كويس منطقه نص الملعب بشكل جيد. حتى لو انت لاحظت كابتن مصطفى بعد حوالي 70 دقيقه انا لعبت بثلاثه ديفندرز. بالظبط. نزلت احمد عبد العال لان كان خلاص بيكلي تعب ولالا تعب، دفعت محمود صلاح، ده لعيب كويس جدا، لعيب من اللعيبه المميزه جدا وسريع، اعتمدت عليه في الناحيه اليمين وقويت نص الملعب شويه عشان ما يجيش فيه اجوان. فالحمد لله يمكن. ورؤوف طبعا كان تعب، فنزلنا سالم في اخر 10 دقائق 12 دقيقه. الحمد لله يعني ماتش صعب، كان يمثل لنا اهميه كبيره جدا، لان هو هيديني الصداره. بالظبط. حتى لو الصداره دي ليوم واحد مؤقته. بالظبط. 5 بونت انت النهارده. 5 بونت النهارده. 5 بونت الحمد لله. طارق انت تطرقت لحته مهمه جدا وانا كنت عايز اكلمك فيها. انت في سياق حديثك بتقول فلان تعب وفلان تعب وفلان تعب. في الدوريات في العالم يا كابتن طارق لازم تلعب 5-6 اسابيع على الاقل، من مش اقل من 7-8 ايام بين كل ماتش وماتش عشان اللعيب يخش في الفورمه. انا قلت الكلام ده السنه اللي فاتت يا كابتن طارق 4-5-6-10 مرات، واحنا بنكررها السنه دي. طبعا الحاج عامر حسين الله يكون في عونه، ده مأثر على اللعيبه كل ماتش بنلاقي اصابات يا كابتن طارق؟ اكيد يا كابتن مصطفى يعني، بس هو طبعا انت في اول موسم
فمن المفترض ان اللعيبه بتبقى برضو العضلات لسه ما اجهدتش قوي. هي بتبقى في عدم اكتمال لياقه وليس لود او اوفر تريننج زي ما بيقولوا. وبالتالي انت محتاج ان انت في الاول كابتن مصطفى انت تلم الولاد بشكل كويس. وحتى التغييرات يعني تغييراتك المفروض ان انت يعني انا بالعكس انا مثبت التيم مثلا انت ثلاث ماتشات مثبتهم صح ملعب دي خلاصه فتره الاعداد وخلاصه الماتشات الوديه. وبالتالي قدرنا ان احنا نعمل انسجام كويس من اللعيبه بيلعبوا بشكل كويس قوي كانهم بيلعبوا مع بعض. بس الاهم من كده بقى كابتن مصطفى ان الاستمراريه لازم هم يستمروا في هذا الاداء وفي هذا التناغم بينهم من بعض على اساس يدوا صوره كويسه للفرقه ونادي بتروجيت ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب كابتن طارق احنا تعودنا الفرق الكبيره المصري بتروجيت انبي الاسماعيلي بيبتدي كويس وبعدين بيحصل هبوط في الدور الثاني. انت عندك البديل اللي تقدر تكمل بيه الدور الثاني والاولاني خاصه انك بتقول لي ان معظم لعبتك من الدرجه الاولى وهو عموما لعبت الدوري الممتاز كلهم بالدرجه الاولى. هل عامل حسابك على الحته دي يا كابتن طارق؟ طبعا يا كابتن مصطفى طبعا بالتاكيد انا عامل الحمد لله بفضل الله حساب لهذا الكلام. والحمد لله عندنا بديل كوف مش عايز اقول بديل كلهم بيلعبوا مستوى واحد عشان المستوى ما يقلش وان شاء الله باذن الله حتى لو مع التغييرات هتلاقي ان في ثبات في المستوى. انت طبعا معانا على الخط على طول هتلاقي في ثبات في المستوى حتى لو انت غيرت بعض اللعيبه هتلاقي في ثبات مستوى لان انا لما اخترت لعيبه اخترتهم قريبين كده من بعض عشان ما يحصلش دروب لما اجي اغير. فالحمد لله قدرنا الحمد لله ان احنا نوجد مجموعه عناصر مميزه ويا رب التوفيق ان شاء الله من عند باذن الله. طيب نسيب بقى بتروجيت ونروح للكبير بتاعك والابن الجميل لنادي الزمالك. شايف ماتش الزمالك والقادسيه ازاي يا كابتن بكره؟ هو ماتش يعني على الورق للزمالك طبعا القادسيه انت عارف الكويت يعني ربنا يوفقهم طبعا من الدول العزيزه على قلبنا لكن مليم. الدوري كان موقوف عندهم فتره طويله جدا يا كابتن مصطفى كانوا ممنوعين من ان هم يلعبوا بطولات عربيه كتيره. الدوري كان موقوف ده اثر بشكل كبير على مستوى بعض اللعيبه لكن اكيد هتلاقي القادسيه اسم كبير اسم في عالم كره القدم العربيه طبعا طبعا اسم كبير جدا. وانا انت عارف مين كان رئيسه؟ الشهيد الشيخ فهد الاحمد الله يرحمه وبعدين احمد الفهد وبعدين الشيخ طلال الفهد ربنا يديله الصحه وربنا يشفيه. يعني بتتكلم في ثلاثه ما شاء الله ونادي القادسيه بيمثل زي الاهلي والزمالك كده في الكويت يا طارق. بالظبط يا كابتن مصطفى. طبعا هي مباراه صعبه هي على ورق زي ما قلت لك تحسم للزمالك. الزمالك عنده مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المميزه جدا هذا الموسم. ايوه لسه اسالك انت بتاخد الاسئله مني يا طارق اصلك بتجاوب لا حبيبي ان انت الكابتن كبير ومعلم. نادي الزمالك مختلف السنه دي تماما يا طارق، شايفه هينافس بقوه عكس السنه اللي فاتت على الدوري؟ اكيد يا كابتن مصطفى. احساسي المقومات النجاح يا كابتن طارق من وجهه نظرك؟ اولا الهدوء داخل النادي نمره واحد. ثانيا الراجل يصبر عليه شويه لان هو بدا يعني يخش فيه جوه كل اللعيب ويعرف قدراته. صحيح اول مباراه كان لنا حظوظ شويه ان هو كان بيلعب بارتكاز واحد وكان بيحاول ان هو يعمل طبقه طريقه ثانيه لقاها مش ماشيه. فرجع للاثنين ارتكاز عملوا نوع من الثبات في ماتش الاتحاد وكسبوا 5. وبالتالي هو الراجل نصبر عليه شويه هتلاقي فيه تقدم ان شاء الله في المستوى بشكل كبير جدا ان شاء الله. لكن الزمالك يمتلك قدرات لعيبه على مستوى عالي جدا ما شاء الله. السنه دي مجد وفر الحقيقه مجموعه من لعيبه خبرات بتتكلم في فرجاني ساسي منتخب تونس بتتكلم في النقاز منتخب تونس بتتكلم في مجموعه اللعيبه اللي رجعت كهربا مصطفى فتحي لا اضافات قويه جدا يا كابتن مصطفى. بتتكلم في لعيبه كانت خارج الدوري مع الزمالك والكاس لو تفتكر. وبالتالي اكيد الزمالك سيعود المنافسه هذا الموسم بقوه ان شاء الله بالزمالك. طيب اخر سؤال يا كابتن طارق برضو كابن من ابناء نادي الزمالك، كثره النجوم في نادي الزمالك تعمل له مشكله للمدير الفني والجهاز الفني ان في ناس لعيبه كبار ولاعيبه تقال ما بيلعبوش؟ الاجنبي يا كابتن مصطفى ما بتفرقش معاه الحاجات دي. هي تعمل مشكله لو المدير الفني مصري. ايوه انت عارف احنا كمصريين يعني بيبقى عندنا برضو حته العاطفه برافو عليك. الراجل ده ما بيتعاملش الاجنبي ما تعملوش دعوه بالكلام ده. وذلك هو هيكسب مجموعه كبيره جدا من اللعيبه اللي مش هيلعب او مش هيأدي هيحط واحد مكانه ويشتغل على طول وهكذا. بالظبط بالظبط. وبالتالي هو كسبان في كل الاحوال. الاجنبي بيبص للعاطف دي، بيبص للي بيدي وبيأدي في الملعب وخلاص. واعتقد دي ظاهره صحيه داخل نادي الزمالك هذا الموسم.
طارق يعني، يعني معلش سؤال تاني مهم جدا، انت عارف الدوري هيخلص امتى ولا؟ اكيد عارف طبعا. انا عندي انا ب 12 شهر كده. 12 شهر اه، يعني لود عالي جدا على اللعيبه، هيأثر على المنتخبات سواء المنتخب الاولمبي سواء المنتخب اول، ولا عشان كثره المحترفين عندنا مش هيأثر؟ لا بص، هو بس هم عملوا حاجه كويسه في يناير انهم هيفتحوا الخمسه، هتبقى في برضو فرصه للانديه انها تدعم القوائم بتاعتها بدل ما 25 كان 25 في ظل 12 شهر دي صعبه جدا، دي قاتله بالظبط. لكن انت لو هيفتحوا القيد الخمسه كمان، لا اعتقد دي هتدي افضليه وتدي حريه لبعض الانديه انها تعمل بدائل كويسه بحيث تكمل الدوري 12 شهر طويل جدا، الموسم طويل جدا هذا الموسم، ودي حاجه كويسه من اتحاد الكوره انهم رجعوا في كلامهم تاني وعملوا 30 لعيب. انا كنت ضد هذا الايمن ال 30، لكن انت بتتكلم في 12 شهر، لا ما ينفعش 25 لعيب باي حال من الاحوال، فيهم ثلاث حراس كمان، عمليه صعبه جدا، يعني معاك 22 لعيب دي عمليه في منتهى الصعوبه، لكن هم تداركوا الامر وقيد خمسه لعيبه جداد في يناير، ده هيدي نوع من الارتياحيه لكل الانديه ان شاء الله. كابتن طارق يحيى كابتننا الكبير والمدير الفني لبتروجيت اللي عامل موسم هايل، بدايه موسم هايل، بتمنى لك التوفيق دايما، نلتقي على خير ابو الطرق، وبالتوفيق ان شاء الله، وتمتعنا وتقدم نجوم لمنتخب مصر باذن الله. خليمش منك كابتن مصر حبيبي ابو كابتن حبيبي. الحقيقه يا كابتن طارق زي ما انا قلت عامل حاله في بتروجيت السنه دي زي مختار ما شاء الله عليه، مكمل من السنه اللي فاتت، وهنا قيمه انك تستقر على مدير فني.